نخبة من الأكاديميين والمتخصصين أتوا من كافة أنحاء العالم للمساهمة في مؤتمر أيكونيا العالمي لعلوم الموسيقى والآثار الموسيقية في الشرق الأدنى. دارت مشاركاتهم حول المرحلة التي أحاطت بحكم الهكسوس في مصر وتأثيراتها على الموسيقى العربية في منطقة الشرق الأدنى التي تنحدر منها هذه السلالة. علم الموسيقى والأثار علم شديد التعقيد، يتطلب معرفة واسعة. فيما يخص الشرق الأدنى وهذا هو تخصصي، فإنه يتطلب القدرة على قراءة النصوص السومرية الأصلية والأكادية والبابلية والأشورية وغيرها، إضافة إلى الإلمام بعلوم الموسيقى القديمة. وهذه الخبرة لا تتوفر إلا لنحو 30 شخصا في العالم. أنا زميل قديم لريتشارد، نعمل سويا ونحاول أن نوسع حلقة المعرفة بعلوم الموسيقى القديمة. هذا هو المؤتمر الثالث لنا والاهتمام بنا يقوى ويتسع. وتخللت المؤتمر عروض موسيقية عكست بعض جوانب محاور المؤتمر. فهذا العرض لفونتين كاف غادية والأكاديمي فيليب بروني يجمع في إدائه باللغة الإغريقية القديمة بين نصوص ملحمة الأليادة للشاعر الإغريقي القديم هوميروس والشاعرة الإغريقية سابو وآلة كرار الأثيوبية القديمة التي استخدمت في مصر والشرق الأدنى قبل أكثر من 3000 عام. حضر بعض الطلبة المؤتمر خصيصاً للتعرف على المزيد والتعمق في دراسة الآثار والموسيقى العربية القديمة. أنا من الولايات المتحدة، جئت خصيصاً لحضور المؤتمر. لا يوجد حقيقة مجال لدراسة علوم الموسيقى والآثار في الولايات المتحدة، فهذه هي فرصة للقاء والتعرف. وكما جرت العادة سنوياً، سيتم نشر محتوى بحوث مؤتمر أيكونيا، ومؤتمره العالمي القادم سيخصص حول آلة العود، والذي سيعقد في ديسمبر كانون الأول من العام المقبل في لندن. ليلي القائي، بي بي سي.